قول انت منيح؟ قلي شو سوا فيك؟ كنجار؟ لا تكون حكيت؟ ها؟ انت خبرتهم شي؟ شو القصة يا فرال بيك؟ ليش متوتر لهالدرجة؟ ليش الآن؟ قلي شو سبب كل هالخوف؟ بس ما تكون خايف ينكشف انك قتلت ناس. لكن صرت تخطف رجالي. جاوبني على سؤالي. وين كان جار احكي؟ اللي وينه كان جار؟ انت خايف مو هيك؟ مبين انك خايف. انت خايف تنكشف الجريمة اللي ارتكبتها. لهذا السبب متوتر، ومشان هيك انت عم تدور على كلبك كان جار. تركنا من هالكلام الفاضي اللي تعلمته من صاحبك عزيز توبراك يا صياد السمك. ناز راحت، هي تركتني، فهمت؟ وانا تقبلت انها راحت، بس عزيز توبراك راسه السميك ما عم يستوعب بنوب، هو ما عم يتقبل بانه اخته تتركه وتروح، فهمت؟ لهذا السبب عم يلاحقني، وكأنه هو ما بيكفيني، سلطك على راسي كمان. انت عم تكذب يا فورال، ومبين هذا الشيء منيح من عصبيتك وصريخك وتوترك. انت اللي قتلتها للناس لانه ما دورت عليها. انت هيك دائما بتدمر حياة الناس اللي حواليك. معناتها انت لا تضل حوالي يا صياد السمك. بعد عن عيلتي وبعد عن هازال يلي هي مرتي بتكون. انت رح تحكي لي هلا شو الشر اللي سويته لمين، وانا رح حاسبك هون. لكن انت اللي رح تحاسبني. بالضبط، انا رح حاسبك يا فورال. شو عم تعمل؟ بس نحن الاثنين. انت تماديت وتجاوزت حدودك. ما رح يجي اي حدا من كلابك، بس نحن الاثنين. هات الموبايل من ايدك. يلا احكي. فورال، شو صار؟ قول شو صار. ها؟ ليش خفت؟ كنت مفكر حالك قبضاي ما هيك؟ ليكون سفري اللي اتصل. إذا هو فطبيعي تخاف لأنه الرجال بخوف. جنان ديمير أغلو أمي اللي اتصلت؟ ها؟ لهالدرجة خفت منها؟ الشرطة اتصلت. شو عم تقول؟ شو في؟ فورال، أمك. ولك شو صار لأمي؟ أحكي. لقوا ميتة بمنطقة بالغابة. لك أنت شو عم تقول؟ أهدى فورال، أهدى. شو يلي عم تخبصوا؟ اتصلوا من الشرطة ليخبروك، وهلأ هنن أخدين أمك على المشفى أو وصوها. عزيز قلبي، روحي، عمري اللي رح يمضي جنبك، حديقة، ربيع، جنة. إذا ما كنت جنبي بتصير حياتي جهنم. أنا دائماً لما أفكر بأيامنا الحلوة اللي رح نعيشها مع بعض تتفتح الورود جواتي. ملاكي، نور عيوني، عيونك اللي مثل البحر، وقلبك الطيب صار مرهم لجروحي. أنا لما شفتك فهمت إنه الحب هو أساس السعادة بحياتنا. يلي ما بيوقع الحب بقلبه ما بيكبر أبدا. ولما شفتك فهمت كمان إذا الرجال ما عشق ما بيصير رجال. وأنت كمان كل شيء ممكن يسعدني شفته بأحلى حالاته معي. لك أنا بحبك كتير يا بنت. اسمعيني، صحيح أنا ما بقلي غير كلمة بحبك، بس هاي الكلمة في وراها معاني كتير كبيرة، فيها ماضينا ومستقبلنا كمان. بيقولوا الرجال ما بصير رجال
إلا لما يوقع بغرام وحب بنت. وأنا هلأ معك صارت رجال. قلبك أطيب قلب بالعالم كله. التليفون. تفضلي. ألو كينان؟ هازال؟ أنا قريت الرسائل. وين أنت هلا؟ شو بصوتك؟ هلا أحكي، أنت منيحة؟ أنا منيحة وما فيني شي. شو صار؟ ليش هيك صوتك؟ هازال، جينان ديمير أغلو ناتليت. شو؟ ما بعرف ليش وكيف صار هالشي. أكيد الخبر بيكون وصل للقصر ولازم روح لهنيك. هازال أنت عم تسمعيني؟ إيه. فورال راح على المشفى، وأنت كمان روحي على المشفى بسرعة. هازال أنت سمعتي شو قلت لك؟ روحي على المشفى بسرعة ماشي؟ وين أرمان؟ فوق. انت اللي وين كنان؟ ما عم ترد على موبايلك. قلت لي انك بالشركة بس ما رحت على الشركة. شو عم بيصير كنان؟ هاي ليكني انا هون. اجيت. اهدي شوي. رح احكي لك كل شيء. ايه انت هون هلأ. بس وين كنت مختفي طول هالوقت؟ في شيء ما بعرفه؟ لا انت ولا هازال كنتوا هون. انتوا الاثنين. اسمعيني، كان المفروض كون جنبك بس صدقيني ما قدرت، لهالسبب اجيت ركض. كتير اشتقت لك وقلقت عليك. أرماك. أنسة أرماك، كتير زعلت البقية بحياتك. شو عم تقولي؟ مين مات؟ أنا كتير بعتذر، فكرتك بتعرفي. شو؟ شو بدي أعرف؟ أرماك أنتو شو عم تخبوا عني؟ أرماك طولي بالك، خلينا نقعد. لكن أنا تركني، ما بدي أقعد. مين يلي مات؟ يلا جاوبوني. لك احكوا بسرعة. نيفرا قولي أنت شو عم تخبي عني. قولي مين مات. أرماك شوي. أرماك وين الكل؟ وين أمي؟ أرماك أمي، 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 لا 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 أمي، ما فيك تتركيني. أرماك رجعتي، لا تسوي بحالك هيك. ما فيك تتركيني هلا يا أمي. إن شاء الله أهدي شوي أرماك. أنا ما عم صدق أبدا. أرماك بترجعتي أهدي شوي. مستحيل يكون هالشيء. أرماك إن شاء الله لا تسوي هيك. يلا تعالي معي، خلينا ناخذها على غرفة. أرماك 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 أمي تعالي.
فرال فرال أخي. أمي راحت يا سنان. أمي راحت يا سنان. قتلوا أمي يا سنان. أمي. وعدك رح حسب اللي سوى هالشي فيك بإيدي. البقية بحياتكم، بس اهدى شوي لو سمحت. انت شو عم تحكي؟ كيف بدي اهدى؟ لك امي مقتولة. مين يلي سواها؟ نحن بلشنا بالتحقيقات وعم نتحرى، سوينا اللازم بمكان الجريمة، وفي شهود عيان ولقينا بعض الآثار موجودة بمكان الجريمة، بس لسه ما في بإيدينا دليل واضح. كيف يعني ما في دليل؟ فورال بيك، عم نسوي اللي بيطلع بيدنا، هلأ ولا بعدين رح نمسك المجرم. أنا متفهم وجعكم، بس لساتنا ببداية التحريات، رح نلاقي اللي سواها، لا تقلق. لازم حدا منكم يفوت لجوا مشان التشخيص. أنا فوت. ماشي، بعد شوي الشباب بفوتوك لجوا، الباقي بحياتكم. نعم فورال بيك، تاخد كم رجال وبتروحوا على الغابة وبتدوروا مكان من قتلت أمي، لا ترجعوا لحتى تلاقوا دليل. تحت أمرك. كيف؟ لك من وين اجتك الجرأة لحتى تساوي هيك شيء إبرو؟ أحمد أنا كنت مجبورة. كنت مجبورة. كيف يعني كنت مجبورة؟ ما كان عندك حل غيره؟ لا أبداً. هي كانت رح تعطي تسجيل الكاميرا للنيابة العامة. أنت ليش ما عم تفهمني يا أحمد؟ كنت مجبورة. ليش لحتى تقتليها؟ كنا منلاقي حل تاني لهالموضوع إبرو. ما رح ينحل. كانوا رح يحطوني بالحبس أول ما بتعطيهم الفيديو، وما عاد أطلع منه بحياتي. فكرة ما رح يحبسوكي هلأ؟ آه؟ يلي سويتي لأرماك كان ممكن ينحل بشي طريقة، بس هي جريمة قتل. هي جريمة وذنب كبير. جينان ديمير أوغلون قتلت، وانت قتلتيها. لا، وقتلتيها بسلاح اخي عزيز. يعني انت بدك تسلمني للشرطة احمد؟ انت رح تسلمني للشرطة؟ يعني كل حياتي وكل شبابي رح اقضيهم بالحبس؟ لا لا، ما بقدر، ما فيني اتحمل عيش بالحبس، والله بقتل حالي. سكتي. ما فيني أعملها، والله ما بقدر أحمد. أنا ما فيني أعيش بعيد عن يلي بحبه أبدا، ما فيني روح سلم حالي للشرطة. وأنت مو على أساس بتحبني أكتر من كل الناس ومن كل شي معقولة بدك تتركني وتتخلى عني يا أحمد؟ لك الله يلعني. بترجع
معك يا ربي يكون يلي صار كابوس. دخيلك يا ربي أنا ما عاد فيني أتحمل الكابوس أكتر. أنا بدي فيه منه. خلاص إبرو. أنا ما عاد فيني إبرو أتحمل أكتر منك. اهدي بكفي. إبرو. خلاص اهدي. بترجاكي لا تبكي. طولي بالك. أنا ما فيني سلم حالي للشرطة. ما فيني أعيش بالحبس. لا تخافي. لا تخافي. رح نلاقي شي طريقة. ماشي؟ رح نلاقي شي حل. تفضلوا فيكن تفوتوا لجوا. قادر ساوي هلا مين رح يفهمني هلا؟ لمين بدي احكي همومي ومشاكلي؟ مين اللي سوى فيك هالشي؟ كثير خفتي مو؟ توجعتي شي؟ يا ترى هي توجعت ولا ماتت فورا؟ هي تصاوبت بصدرها. شو يعني جاوبني على سؤالي؟ ماتت فورا؟ يلا جاوبني بسرعة ولك أحكي. جاوبني هي ماتت لا فورا؟ لا تسوي هيك. طلعوا لبرا. طلعوا. اتركوني اهدى رجاء. اتركوني اتركوني فورال بيك. اهدى فورال. أنا عن جد كتير زعلت فورال. أنا إجيت لعندك، أنا جنبك وماسكة إيدك. إهدى شوي ماشي؟ أنا إجيت لعندك ورح ضل واقفة جنبك. فورال القديم مات مع أمه. فورال
شوي، بترجاك اهدى، انت لوين بدك تروح؟ فورال اسمعني شوي. تركيني. لوين بدك تروح وانت بهي الحالة؟ يلا قلي لوين رايح. لعند اللي سوى هالشي بامي، بدي حاسب عزيزته براك وكلابه بعدين من وشي. فورال امشوا كلكم وراي. لو سمحت ممكن تصريح؟ مين سوى هيك بجنان؟ انتو عندكم اعداء يا ترى؟ فورال بيك، فورال، فورال وقف، لوين بدك تروح؟ ليش هربتي من الكوخ هازال؟ لأنه ما كان لازم أعمل هالشي. كيف يعني ما كان لازم تعملي هالشي؟ كل ما حاولنا نحميكي عم تزتي حالك بالنار. ملاحظة؟ الرجال عرف علاقتك مع جالة، بلكي يعمل لك شي، بلكي أذاكي بشي. هو ما رح يقدر يأذيني، أنا بعرف فورال أكتر من الكل. بعدين إذا ما كنت جنبه ما رح نقدر نحل موضوع ناز، رح روح بلا ما حدا يشوفنا. طيب خدي هات. لشو؟ مشان نتواصل على الموبايل بعد هلا، لما تحسي حالك بخطر اتصلي فيني. ماشي؟ رح يجي فورال هلا. كيف رح نقدر نتحمل هالشي يا أخي؟ كيف رح نعيش من دونه؟ في شي خبر من الشرطة؟ عرفوا الفاعل؟ لسه، بس إذا هنن ما عرفوا أنا اللي رح أعرف مين. ليش عملوا هيك بأمي؟ ليش أخذوا أمي؟ ليش؟ رح أخذ بيتاري اللي سوا هيك بأمي بإيدي يا روحي صدقيني. أمي حبيبتي، أخذوا لي أمي. حبيبتي تعالي غسلي وشك وشمي شوية هوا يلا. لا ما بدي. العمر لك سيد فورال. والله عقلي ما عم يستوعب مين يلي ممكن يعمل هالشي. الله يرحمه. انت بأي عين جاي لهون ولك؟ أخي بترجاك لا تعمل شي. لك انت ما عندك خجل بنوف؟ فورال اهدى. اهدى شوي، كان بدي يكون جنبكم بهاليوم الصعب. نحن ما بدنا ياك جنبنا بأي يوم بحياتنا، فهمت؟ بعرف وجعك وبعرف ليش عم تصرخ. عن جد؟ طيب وعرف كمان اني رح احرق اللي عمل هيك بأمي ومحي عن وش الدنيا؟ لا تصرخ، انا هلا محترم وجعك وما رح رد. رح روح. صياد الزفت، ولا صاحبك اللي رح قلك يا فورال القديم مات. إذا تأكدت إنه عزيز هو اللي عمل هيك بإمي رح أخذ النفس اللي عم يتنفسه بإيدي. هزال شو عم تعملي؟ تعي هزال، قلتلك امشي امشي. شو بدك؟ شو مفكرة حالك عم تعملي؟ عم اسألك ابرو، كيف بتجي لهون وكأنك مو عاملة شي؟ بتوقفي معهم وبتحكي معهم عادي؟ انت ما عندك ضمير ابدا، ما عندك ابرو. هزال انا انا انت شو شو؟ كيف قدرتي تجي لهون بعد اللي عملتيه بأرماك؟ عم اسألك كيف؟ ايه اجيت، رغم انك قلعتيني اجيت، لانه ما كان بدي اترك اختي لحالها بهيك يوم صعب.
قد ما غلطوا الأخوات الصغار، إخواتهم الكبار لازم يضلوا جنبهم على طول. طبعاً أنتي صرتي من عائلة دمير أوغلو وبتعيشي بقصر فخم، يمكن تكوني نسيتي، بس نحن تربينا بنفس الغرفة طول عمرنا. شو يلي عم تقولي؟ الأخوات؟ مو على أساس نحن مو أخوات؟ بدك تنسي الناس اللي كانوا عائلتك طول هالعمر وتمحيهم من حياتك هزال؟ بدك تتجاهلي الرجال اللي رباكي وما فرقك عن بنته الحقيقية؟ بدك تروحي لعند أبوكي اللي رماكي كل هالسنين؟ الظاهر أبوكي ما خبرك كل شيء، ما خبرك كيف فرق بين أبي وأمي وكيف حرمهم من بعضهم وكان هو السبب بأنهم بعدوا عن بعض؟ شو يلي عم تقولي؟ ملك هي اللي قالت لك هالشي؟ هي عم تعمل هيك لتشوه سمعة بابا؟ لا، بابا اللي خبرني. أبوكي؟ عزيز توبراك. مثل ما سمعتي. يلا بكفي وقفتك جنب أختك، روحي على البيت هلأ. يا أختي، ألو إبرو، شو صار؟ قدرت تلاقيه؟ لا ما قدرت، في غيري أخده. كيف يعني؟ مين أخده؟ اللي الشرطة؟ مو الشرطة، كانوا 3-4 رجال، أنا خفت وتخبيت وهن لقوه. الله يلعنهم. إبرو عارف انه انا بفهمك منيح، مو هيك؟ انا دايما مثل اختك ورفيقتك وبحفظ اسرارك وامك. انا قلت حالي بفهمك منيح، مو هيك؟ انا دايما جنب اختك حكون معك وبحفظ اسرارك. انا دايما جنب اختك حكون معك اخي. انا دايما حكون معك دائما. تعرف انه انا بحكون معك دائما. جبت لك ادويتك سيد فورا. حكون معك دائما. الست ارماك طلبت مني هالشي. ما بدي لا دواء ولا زب، تطلعوا لبرا، طلعوا، تركوني بحالي. لا تلمسيها، بعدي ايدك، لا تلمسيها. بعتذر ارماك، أرمك من أقولك أنا دائما جنب أختك حكون معك وبحفظ أسرارك. أنا دائما جنبك حكون معك دائما. أنا دائما جنبك حكون معك دائما. تعرف انه انا بدي دائما مش هيك. حكون معك دائما. انا لك انا دائما مثل اختك حكون معك وبحفظ اسرارك. انا دائما جنبك لك حكون معك فورال بيك. انا دائما جنبك. لقينا السلاح. وين لقيته؟ بمكان الجريمة، كان واقع على الأرض. روحوا اتحروا بسرعة، عرفوا لمين بيكون. عرفنا، مسجل باسم عزيز توبراك.
كنت بعرف انه هو اللي عملها. عزيز توبراك رح قتلك. شو نعمل سيد فوران؟ نتصل بالشرطة؟ انتوا لا تعملوا شيء. استنوا، روحوا جهز الرجال. بالأول بدنا نروح نعمل زيارة. خلوا هذا معي. هالمرة زيارتنا ما رح تكون ناقصة. لا يا هزل، لا تعملي هيك هزل وقفي. لا هزل بترجاكي. فورال رح قتلك يا صياد السمك، رح قتلك والله. فورال اتركني، انا ابره، اتركني. انا ابره. استناني شوي، رح قتلك وانت ما رح تروحي لحدا، لانك لالي هزال. انت الي ورح قتل صياد السمك، رح قتله. ما رح تروحي لغيري، رح قتلك يا صياد السمك، رح قتلك. شوف، إذا عملت شي لكنان، إذا أذيته بشي، هذا ما رح ضل معك ولا ثاني. ما فيها تروح لمكان، ما رح خليها. بس هي رح تتركك. عم تقول لعزيز توبراك بابا، عرفت كل شيء. عم تقول بابا لهداك الرجال؟ وانت اذا اذيت كنان بشي
هزال رح تروح لعند أبوها وأنت ما حتقدر تشوف وشها مرة تانية طول حياتك. هلا هيك أصحك تعمل أي تصرف مجنون. إذا بدك تحتفظ بهزال ما عندك أي طريقة تانية. ما تأذي كنان بشي بنوب. سفر استنوا خبر مني، ما رح نعمل شي هلا. سمعت شو قلت سفر؟ لا تسألني أكتر. كل شيء حتى لو كان من بعيد رح تحميكي هي وتطلع عليكي. الحياة غريبة كتير. أنا يلي يومي كان قريب وأمي يلي كانت عم تحاول تعطيني روحها هي راحت وأنا عم أبكي عليها. الحياة بتاخد منك الناس اللي ما فيك تبعدي عنهم ولا فيك تنسيون، تاخدن منك فجأة بس ما فيها تشيلن من قلبك أبدا. من دون أمي عم حس حالي وحيدة كتير وضعيفة كتير كمان. وإذا ما حدا مسك إيدي ووقف جنبي حتدمر. انت بتستاهلي تكوني مبسوطة. امسكي بإيدي اللي بتحبي، امسكيها بقوة ولا تتركيها.